زين، دائما تقولين انا ابي ابني امبراطوريه. داني صح، طويرش، شنو الامبراطوريه اللي انت تفكرين فيها؟ أفكر أن أبني شيء يعني لي. ترى بقول لك شغلة، أنا اليوم يمكن بالسوشيال ميديا باكر يمكن ما أفضل أني أكون تحت الأضواء. حلمي أن أبني شركات أو أسس أسمى شركات كبيرة، شركات تنفعني في المستقبل وتنفع شركات ثانية. يعني أنا قلت لك قبل شوي قبل اللقاء أن أنا غيرت تخصصي علشان حتى الشركات اللي أفتحها لما أحد يقول إيه فتحت حالها حال الباجي، لا، أنا فتحتها من واقع الشهادة اللي أخذتها، من واقع التجربة اللي قاعدة أكتسبها بالسوشيال ميديا. اليوم ممكن أنا دانا بينكم بين الناس بالكاميرات بالسناب شات بالإنستغرام، ممكن في أيام ثانية ودي أشتغل بيهايند ذا سينز، يعني ما بيحد يشوفني. ممكن ان نسوي برامج. مزاجيتك تشتغل تقولي ما ابي خلاص؟ لا والله هذه مو المزاجيه، بس اتوقع راح اوصل مرحله اقول يعني ستوب سوشيال ميديا. اوكي.